أبنائي وبناتي طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فوز النجار. نحن اليوم في درس جديد من دروس النحو بعنوان الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أب، أخ، حم، فو، وذو. معناها أب هو والد الإنسان، أخ هو شقيق الإنسان، حم اللي هو والد الزوج أو الزوجة، فو بمعنى فم، وذو بمعنى صاحب. إعرابها ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، ولكن هناك شروط يجب توافرها لكي تعرب بهذه العلامات، وهي: الشرط الأول أن تكون مفردة أي غير مثناة أو مجموعة، والشرط الثاني أن تكون مضافة لاسم ظاهر أو ضمير غير ياء المتكلم. أمثلة معربة: المثال الأول يقول أبوك ذو خلق حميد. في هذا المثال كلمتين من الأسماء الخمسة، وهي كلمة أبوك وذو. أبوك موقعها في الجملة، إعرابها هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف هي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أما إعراب كلمة ذو فهي خبر للمبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. المثال الثاني: إن أخاك طالب علم. هنا كلمة من الأسماء الخمسة، وهي كلمة أخاك، موقعها في الجملة هي سبقت بإن، إذن هي اسم إن منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المثال الثالث: لا تخرج الطعام من فيك أي من فمك. الاسم من الأسماء الخمسة هنا هو كلمة فيك، وإعرابه هو سبق بحرف الجر من، فهو اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف كما نعلم جميعا هي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ملحوظة لأبناء الطلاب: كلمتا أبي وأخي ليست من الأسماء الخمسة لأنهما مضافتان لياء المتكلم. حتى تكون من الأسماء الخمسة يجب أن أقول أباك، أبيك، أبوه. أما إن جاءت أبي وأخي فلا تعتبر من الأسماء الخمسة. وشكرا لكم على حسن استماعكم.